في دولة عربية مفقودة محدش يعرف عنها حاجة، مساحتها قد مساحة الإمارات 4 مرات، وفيها تالت أكبر احتياطي نفط في العالم، وأنهار وأرض زراعية ملهاش مثيل. دولة عربستان المفقودة واحدة من أهم الدول العربية، فيها أكتر من 10 مليون عربي عايشين تحت الاحتلال الإيراني بقالهم 100 سنة. دولة عربستان أو شعب الأحواز بتقع بين بحر العرب والخليج العربي، عاصمتها كان اسمها المحمرة، وكانت دولة مستقلة وذات سيادة، ليها حاكم ومدن وعادات وتقاليد. واكتشفوا فيها سنة 1908 أول بير بترول في بير مسجد سليمان في عربستان، عشان تبقى أول دولة عربية يظهر فيها النفط حتى من قبل شبه الجزيرة العربية والعراق. أهمية الإقليم إنه بينتج 9500 مليون متر مكعب من أنقى أنواع الغاز في العالم، وبيوصل احتياطي نفطه ل 183 مليار برميل. ده غير إن في مصفات عبادان أقدم مصفات للبترول واللي بتنتج 4 مليون برميل يومياً. في قلب عربستان بيعدي نهر قارون أطول أنهار الشرق، واللي بيصب في بحر العرب وبيتفرع منه أنهار صغيرة وروافد، وكل ده خلى التربة هناك تبقى أخصب تربة في المنطقة، واتشهرت بزراعة النخيل والشعير والقطن والرز. موقعها الجغرافي كان مهم جدا لأنه آخر نقطة من الهلال الخصيب ونص سواحل إيران اللي بتبص على الخليج العربي. وبعد اكتشاف البترول في الخليج وباقي الدول العربية، العرب امتلكوا إجمالي 40% من منابع النفط في العالم. وخوف أمريكا وبريطانيا من سيطرة العرب على الاقتصاد خلاهم يفكروا في أفكار شيطانية، كان منها التقسيم اللي بطبيعته بيعمل مشاكل، وكان منها التمكين والاحتلال زي ما حصل في الأراضي المقدسة وحصل في عربستان. عربستان كان في بينها وبين إيران مشاكل تاريخية، لأن الدولة الإيرانية البهلوية لعبت على فكرة مركزية الدولة، يعني كل إقليم فيه حكم ذاتي يعتبر جزء منفصل عن بلاد فارس التاريخية ولازم نضمه تحت علم إيران. وعربستان دولة عربية منفصلة، وإيران كانت طمعانة في ثرواتها، فتستغل بريطانيا طمع إيران عشان تحقق أهدافها، وكمان عشان خوفها من انتشار الشيوعية في المنطقة، خصوصا بعد انتصار الثورة البلشيفية في روسيا سنة 1917. وقتها كان بيحكم عربستان الشيخ عسل الكعبي، اللي قدر إنه يوحد منطقة الأحواز سنة 1897. وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وتحديدا سنة 1925 حصلت مناوشات ما بين الفرس والعرب على عربستان، واتدخلت بريطانيا كوسيط لحل الأزمة، ودعت الشيخ حسن الكعبي على العشاء على ظهر يخت بريطاني في بحر العرب. الشيخ طبعا قبل الدعوة على أمل إنه ينهي الصراع ويحقن الدم، لكنه اتفاجئ إن بريطانيا تخلت عنه، واليخت كان عبارة عن كمين من القوات الإيرانية اللي اعتقلوه وأخذوه للعاصمة طهران وسجنوه هناك. وفي نفس اليوم إيران احتلت عربستان وسمتها إقليم خوزستان. من أول يوم إيران بدأت سياسة التفريس والتهجير، ومنحوا امتيازات للعائلات الإيرانية عشان ينقلوا في الإقليم الجديد اللي منعوا وحرموا فيه اللبس العربي، وحولوا أسماء المناطق من العربية للفارسية. سياسة التفريس حظرت اللغة العربية عموما من المدارس والمحاكم وحتى الحديث اليومي بين أفراد الشعب، وبقى عقاب اللي بيتكلم بيها السجن أو الموت. وتعاملت الحكومة مع شعب الأحواز على إنهم مواطنين درجة تالتة، فرصهم في الشغل أو المرتبات أو حتى دخول الجامعات أقل 12 مرة من المواطن الإيراني. إيران ما سيطرتش على عربستان بالساهل، لأنها قابلت مجموعة كبيرة جدا من الثورات بدأت من سنة 1928. أولهم كانت ثورة الغلمان المسلحة اللي قدروا يسيطروا على العاصمة المحمرة وأجبروا الجيش الإيراني للهروب على الكويت، لكن الرد الإيراني كان قاسي جدا وضربوا المدينة بالمدفعية وقمعوا الثورة بالدم. وبعدها تقوم ثورة تاني بقيادة الشيخ محي الدين الزئبق، وبالتعاون مع العشائر العربية في عربستان أعلنوا سيطرتهم على البلد، وطلبوا بالانفصال على الاحتلال البريطاني وشكلوا حكومة مركزية عربية. لكن إيران بالتعاون مع بريطانيا حصروا المدينة ومنعوا الأكل والإمدادات عنها، وبعدها اقتحموها وقتلوا قادة الثورة. والثورات على الاحتلال ما وقفتش هنا، وخرجت ثورة ثالثة سنة 1936، فبعت الحاكم الأول لإيران رضا شاه اللي كان من سلالة بهلوي جيش كبير جدا للمدينة، قبض على زعماء الثورة ودفنهم أحياء. وفي سنة 1979 بيتحالف عرب الأحواز مع الخميني وتواصلوا معاه في منفاه، ووعدهم إنهم لو ساعدوه ضد الدولة البهلوية هيديهم حكم عربي مستقل، وفعلا ساعدوه. لكن بعد نجاح الثورة الخميني خانهم ونفذ حكم الإعدام في 300 عربي أحوازي في اليوم المعروف بالأربع الأسود. وبعد حرب العراق وإيران اتدمرت مدن الإقليم وتجرفت الأراضي ومزارع النخيل، وهجروا أغلب الشعب لمخيمات جوه العراق. في 2005 تقوم الانتفاضة الكبرى لعرب الأحواز، وتشكلت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وبدأت الكفاح المسلح، وقاموا بأعمال شغب جوه إيران، وقدروا يقتلوا رئيس الاستخبارات الإيراني وفجروا خط الأنابيب، وإيران صنفتهم كجماعة إرهابية مطلوبة،
إيران حولت سكان إقليم الأحواز لواحد من أفقر الشعوب عالميا، وسهلت تجارة المخدرات اللي بقت أرخص من الأكل هناك، ده غير الحصار الأمني واعتقال عشرات الآلاف بدون وجه حق تحت مبدأ التمييز العنصري، ويكفي كونك عربي أحواز عشان تكون هدف للاعتقال. وعلى الرغم من مرور 100 سنة على الاحتلال، إلا أن العرب هناك عمرهم ما نسوا قضيتهم ولا نسوا الوضع اللي حطتهم فيه بريطانيا لما أدت الضوء الأخضر للفرصة على أنهم يحتلوا عربستان وينهوا عروبتها للأبد.